هذه الوقفة جاءت استمرار البرنامج النضالي اللي دام أكثر من شهر ثلاثة على مجموعة الاختلالات اللي كيعاني منها القطاع الصحي بعمالة سالة. هذا القطاع الصحي اللي هو كما كنعرفوا مسألة حيوية بالنسبة للمواطن المغربي لتقديم الخدمات العلاجية، لكن اليوم في إطار إصلاح المنظومة الصحية كنلقاو بأن المسؤولين ديالها خارج التغطية بالنسبة لهذه الإصلاحات، خصوصا في تدبير مجموعة من الاختلالات على رأسها مثلا مجموعة اختلالات تدبير الموارد البشرية. الموارد البشرية اللي كنعرفوا هو الدعم الاساسي للقطاع الصحي. المندوب الاقليمي بساله يقوم بالتنقيلات خارج اطار القانون مجموعه من الاطر، سواء داخل المستشفى او في المراكز الصحيه او بينهما، حتى تهريب مجموعه من الاطر الصحيه من اطباء ممرضين خارج ساله، وحنا كنعرفوا الخصائص اللي كتعانوا منه ساله. كذلك اليوم المندوب الاقليمي اللي كيقوم بزعم الحبس ديال مجموعه من لي زانستونس ديال التسيير، اللجان ديال التسيير داخل المستشفى في اطار القيام العمل والدور ديالها الفعال حتى يبقى للقوانين. اليوم المندوب الاقليمي وقف جميع هاد الاجتماعات، بالعكس في حين يقوم بها كيهربها من المحتوى ديالها، وتيتم الدعوه ديال مجموعه اللي لا ينتميوا لهاد اللجان الاداريه الخاصه بالتسيير. كذلك المندوب الاقليمي في اطار تغييبه للمقاربه التشاركيه قام باعداد مجموعه من اللوائح ديال تعويضات البرامج الصحيه، ولاحظنا انه تم اقصاء مجموعه من الاطر الطبيه والتمريضيه سواء داخل المستشفى او المراكز الصحيه من هذا التعويض، رغم انهم كيقوموا بتنزيل البرامج الصحيه بالنسبه للمواطنين. كما تعلمون جميعا ان هذه الوقفه الاحتجاجيه هي جاءت تلبيه لنداء تنسيق النقابي الثلاثي الذي يعرف احتجاج ثلاث نقابات الاف دي تي والنقابه المستقله للممرضين وتقنيه الصحه ولينتام. هذه النقابات تحتاج على تسيير العشوائي الذي ينهجه السيد المندوب الاقليمي لاقليم سلا. فبعد العديد من الشهور قرابه السنه تقريبا نحن نحتاج والعديد والعشر من الوقفات الاقليميه والوطنيه، يعني كانت على صعيد امام وزاره الصحه امام المديريه الجهويه، والان نحن نختار مستشفى الاقليمي لايصال صوتنا الى وزير الصحه. الان نطالب وزير الصحه للتدخل من اجل ايجاد حل. فنحن في مدينة سالة أو إقليم سالة نعاني من تسيير عشوائي في خاصة في الإطار الصحي. كما تعلمون جميعا أن كانت مبادرة من الوزارة بإدماج الأطر الصحية العاملة بمركز الشفائي الجامعي وإلحاقهم بالمستشفى الإقليمي، وكنا نستبشر خيرا بهذا الالتحاق للإخوان ديالنا في الأطر الصحية، إلا أننا تفاجأنا أنه لم يكن ولو اجتماع واحد للسيد المندوب مع الفرقاء الاجتماعيين ومع النقابات لإشراكهم. فكما تعلمون أن المقاربة التشاركية هي من الوسائل التي تعمل على إنجاح أو إيصال صوت الإطار الصحي. اليوم جينا نحتج في إطار معركة نضالية نأخذها منذ شهور ضد الاختلالات التي يعاني منها قطاع الصحة والتي تضرب العرض الصحي بهذه المدينة. هذه الاختلالات التي أصلها هو يعني سوء التدبير المحلي الذي ينهجه يعني المندوب الإقليمي، حيث أنه يعني يقوم بإصدار مجموعة من القرارات الانفرادية التي يعني تضرب العرض الصحي، حيث أن هناك خاصة على مستوى تدبير الموارد البشرية هناك واحد يعني سوء توزيع الموارد البشرية، هناك واحد تمييز واحد تباين كبير ما بين الموارد البشرية توزيع الموارد البشرية ما بين المراكز الصحية. هذا يؤثر على جودة الخدمات الصحية المقدمة بعض المصالح، وكذلك على كثرة الأعباء وظروف الشغل بالنسبة للأطر الصحية. كذلك على مستوى مستشفى مولاي عبد الله هناك يعني خصاص مهول، ويفاقم هذا الخصاص هو سوء توزيع الموارد البشرية داخل المصلحة كذلك داخل هذه المؤسسه. كذلك هناك قرارات ديال المندوب الاقليمي بسحب العشرات من الاطر الصحيه من هذه المؤسسه هذه، يعني في تهديد لاستمراريه الخدمات الاستعجاليه داخل هذا المرفق. كذلك هناك يعني مجموعه من مظاهر الفوضى داخل المستشفى، منها يعني فوضى في ضبط الولوج، هناك يعني مشكل ديال نقل المرضى داخل المصلحه ومشاكل اخرى، يعني والتي هذه المشاكل بصراحه كان المفروض ان لجنه المؤسسه التي راسها المندوب الاقليمي هي المسؤوله يعني على تدبير هذه المسائل، ولكن هناك يعني اجهاز على
هذه اللجنه هذه هو تهريب المواضيع وتهريب الصلاحيات ديالها من طرف الرئيس ديالها اللي هو المندوب الاقليمي. كذلك هناك يعني جينا نحتاج ضد تغييب المقاربه التشاركيه. المندوب الاقليمي لا يتوانى يعني في يعني تجاهل يعني الفرقاء الاجتماعيين من اجل يعني في اصدار مجموعه من القرارات. مؤخرا كان واحد القرار ديال نقل مجموعه من المصالح من المستشفى الجامعي نحو مستشفى مولاي عبد الله. هذه العمليه هذه تمت دون اشراك الفرقاء النقابيين بسلام. المندوب الاقليمي لم يكلف نفسه عقد اجتماع واحد مع الفرقاء النقابيين. هذه المساله هذه يعني هذا النهج هذا خلى مجموعه من يعني من العمليه من الارتباك خلال هذه العمليه.